بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله. اللهم صل وسلم على الجمال المجمل والبدر المتمم والحبيب المعظم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم آمين. أما بعد، مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا. ومشرفنا النهاردة ومنورنا ضيف نزل علينا ضيفا قبل ذلك، وهو فضيلة الشيخ مصطفى العوامري. أهلا بك يا شيخ مصطفى. أهلا بك يا دكتور، وحياك الله. منورنا ومشرفنا، وأهلا وسهلا. هذا شرف لي أنا والله، بارك الله فيك. الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. وخير ما نبدأ به مع القرآن الكريم، لكن من فضل ربنا علينا في مصر أن ربنا يعني في كل بيوتنا إذاعة القرآن الكريم. بنسمع كده تترات في الإذاعة لكبار القراء، هنتجول كده مع الشيخ مصطفى مع بعض تترات الإذاعة. تفضل. حاضر. وأدعو إلى الطيب من القول، وأدعو إلى صراط الحميد. الله الله الله، ما شاء الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له. ما شاء الله ما شاء الله. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ما شاء الله عليك يا شيخ مصطفى. الله يخليك. عايزين مقطع كده للشيخ رفعت كده، كأننا بنستمع للإذاعة الساعة 7 الصبح. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود. يا سلام. شاهد ومشهود. الله يفتح عليك يا شيخ مصطفى. ما شاء الله. رحم الله سيدنا الشيخ رفعت. اللهم امين يا رب. ورحم الله كل قرائنا وكل اهل القران. اللهم امين. والحقنا الله بهم على خير في جوار رسول الله. اللهم امين يا رب. الشيخ مصطفى أيضا يحاكي الشيخ النقشبندي، كأنك تسمع الشيخ النقشبندي. خلونا نروح فاصل ونرجع تاني نسمع الشيخ مصطفى وهو يحاكي الشيخ النقشبندي. خليكم معانا وصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بسم الله، وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله. رجعنا لكم تاني، وأفضل حاجة في الدنيا إنك تعيش مع مدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نفث همومك بامتداح الهادي، واجعله خير وسيلة لنجاك. لو عندك هم أو كرب أو ضيق أو نكد،
صل على سيدنا النبي كتير وربنا يفرج عنك الكرب والهم والغم إن شاء الله. شيخ مصطفى قلت لي إنك بتقلد الشيخ النقشبندي. نعم يا سيدي. الشيخ النقشبندي ده أعجوبة من أعاجيب الزمن رحمه الله تعالى، وصوت يعني ما شاء الله كان بيجيب جواب الجواب وقرار القرار. صحيح. فخلينا نسمع كده لغة الكلام كما قالها الشيخ النقشبندي. حاضر إن شاء الله. سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء إذا بغناؤهم، ما حيلة الشعراء ذا بغناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك، إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم. سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الذي سواك، اللهم صل عليه تبارك وتعالى، إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم، صدقت محبته مجيئك للورى في عالم الغيب الكبير الأقدم. يا نور، يا نور، يوم ولدت قامت عزة للأرض إذا أمست بنورك تنثني، إذا أمست بنورك تنثني الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيه فاهق الأنجوم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه. الله يفتح عليك يا شيخ مصطفى. ما شاء الله، رضي الله عن سيدنا الشيخ النقشبندي ورحمه الله رحمة واسعة. اللهم امين. وربنا يبارك في كل القراء والمنشدين والمبتهلين. ورحم الله من رحلوا عن دنيانا وهم فينا بأشعارهم وأقوالهم. ربنا يجزيهم عنا كل خير. امين يا رب. هنروح فاصل ونرجع بقى نروح لواحد تاني من المبتهلين الكبار، قارئ ومبتهل، سيدنا الشيخ طه الفشني. خلينا نروح فاصل ونرجع للشيخ مصطفى. خليكم معانا وصلوا على الحبيب.
بسم الله، وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. إذا كنت في هم وضقت بحمله وأمسيت محزونا وأصبحت في حرج، فصل كثيرا على المختار من آل هاشم، فإن الله يأتيك بالفرج. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب الشفيع سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رجعنا لكم تاني ولسه معانا الشيخ مصطفى العوامري اللي منورنا النهاردة ومشرفنا. ربنا يبارك فيك يا عم الشيخ مصطفى. الله يبارك فيك. الله يخليك يا دكتور ياسر، بارك الله. ونختم بقى بسيدنا الشيخ طه الفشني. نعم. الذي ابتدأ مبتهلا وكان يجمع بين الابتهال والقراءة. نعم. ومن أشهر الابتهالات والأناشيد التي أنشدها سيدنا الشيخ طه قوله حب الحسين وسيلة السعداء. نعم. تفضل. حب الحسين، حب الحسين، حب الحسين وسيلة السعداء وضياءه، قد عم في الأرجاء صبط صبط سبط تفرع منه نسل المصطفى، سبط سبط تفرع منه نسل المصطفى، وأضاء مصر وأضاء مصر وأضاء مصر بوجهه الوضاء. ما شاء الله عليك يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك يا دكتور. سيدنا الشيخ طه الفشني، نعم، رضي الله عنه ورحمه الله، كان من المنشدين اللي بيقول بالقلب. صحيح، كان بيقول بقلبه رضي الله عنه وارضاه. نعم نعم. طيب تسمعنا ايه تاني يا شيخ مصطفى؟ اختار لنا حاجه كده من التراث يعني. قطرة من ندى قطرة من نداك تروي غليلي، أنا راض أنا راض أنا راض من الندى بالقليل، لمحة من سناك تبعث نفسي وتزيل الضباب قلب العليل، طال في ساحة الرجاء طال في ساحة الرجاء
العفو أطلب العفو يا إله السماء. اللهم اعف عنا وعافنا يا رب العالمين. الشيخ النقشبندي له بيتين كده دايما يقولهم: مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها، ندعوك يا رب أن تحمي مراعيها، فالشمس عين لها والليل نجواها. فاحنا يعني أفضل ما نختم بيه شيخ مصطفى تدعينا. ادعينا كده دعوتين بصوتك المبارك، وادعي لمصر أن ربنا يحفظها ويرزقنا من حيث لا ندري ولا نحتسب. تفضل. اللهم وفقنا في الأمور كلها، واشرح صدورنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب. اللهم احفظ مصرنا، اللهم اجعلها بلد أمن وأمان، صخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا ربنا احفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين، واقبلنا وعافنا واعف عنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. الله يفتح عليك يا شيخ مصطفى. يا رب استجب وتقبل، واجعل مصر في أمنك وأمانك وضمانك ورعايتك وعنايتك وكلاءتك وكفالتك. اللهم أمين يا رب العالمين. بشكرك يا شيخ مصطفى، نورتني، وتحية لأهل قنا ولقريتك المباركة، قرية العوامر الغربية، مركز أبو تشت. ربنا يعني يبارك فيك ويحفظك، ونشوفك كده يعني من كبار العلماء والمشايخ في مصر إن شاء الله. الله يخليك، بارك الله فيك. شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة. ومصر ولادة ومليئة بالنوابغ، ربنا يبارك في أهل القرآن. اللهم أمين. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.